سليمان. عبد الله السعيد واللي اعتقد له دور كبير في النتائج الجميله التي حققها الاهلي. اوبا جول جول، هدف ثالث مؤمن زكريا مع الدقيقه 78 بعد الهدف الثاني وبعشر دقائق يعزز الهدف الثاني بهدف ثالث ويوسع الفارق الى هدفين ويعمق من جراح الازرق السكندري فريق سموحه، وبالتالي الاخطاء غير مسموح بها امام هجوم قادر على استغلال الفرص. وعن طريق مؤمن زكريا في كره راحت تتهادى تتمادى رسمت البسمه والسعاده، فاصبحت الان النتيجه 3 أهداف مقابل هدف واحد. الله، مؤمن صياد الاخطاء ينجح في استغلال الكره وتحرك من وراء المدافعين ممتاز، هرب من رقابه دفاعات الفريق الازرق ويوسع الفارق وحط كره جميله. نعم، هنا تتمادى، هنا تتهادى رسمت البسمه والسعاده وتؤكد ان الزياده حمراء اللون للاهلي. مع الدقيقه 78 اصبحت النتيجه 3-1. فرحه الجهاز الفني للاهلي بهدف ثالث، فاز 3-1. كره ثابته، وليد حسام غالي، اوبا، لكن يتالق على طول حارس المرمى، يتالق مهدي ينقذ تصويبه قويه سددها عبد الله السعيد او احمد فتحي على ما يبدو. كره ملعوبه في الشمال مره ثانيه، حسام غالي ناحيه اللاعب مؤمن زكريا صاحب الهدف الثالث، محاوله الاستلام صبر الرحيل يمرر الى عبد الله ولكن تحولت خارج الملعب. ادي التسديده عن طريق احمد فتحي، قويه ارضيه من تحت الحائط من اسفل الجدار الازرق العازل، ولكن يتصدى الحارس مهدي سليمان بيد يمنى وبكل